عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي مع استكمال لي lesson 4 في chapter 1 sim 1 لمنهج grade 3 discover grade 3 first term. Ms. Marwa Fayed, science teacher. Now we will learn about present data, تقديم أو عرض البيانات. There are four ways to communicate data. Four ways to communicate our data. We have four ways. الويز دي بتسهل لنا عرض البيانات. يا ترى ايه هما الويز دي؟ What is the ways of communicate data? We have four ways. Number one, text. Text, طريقة نصية. يعني for example, one aslet finished the race after 2 minutes. أنا عرضتها عن طريق الwords. استخدمت الكلمات في العرض and sentence. 3 أصلت finish the race after 3 minutes. برضو استخدمت طريقة التكست. يبقى عندي هنا بعرض الداتا بتاعتي عن طريق النص الكلمات. دي first way. Second way, group dots. Group dots أي مجموعة النقاط. هعبر عن كل أصلت أو كل student أو كل فرد في الداتا عندي بدوت. برسم number line زي هو موضح قدامك كده number line وأعبر عن كل أصلت بدوت. يعني هنا after 2 minutes 2 minutes 1 أصلت after 3 minutes 3 أصلت فعبرت بها بثري دوتس 4 minutes 5 أصلت فعبرت 5 دوتس 1 2 3 4 5 after 5 minutes أصلت 1 أصلت فعبرت عنه بدوت واحدة. يبقى تاني way أو second way group dots. Group dots مجموعة النقاط. طبعا هنا دي hard to compare بالنسبة لطريقة التكست صعوبتها في ما بقدرش بيها أقدر أقارن بين أكبر عدد من اللاعبين وأقل عدد لأن hard to compare طريقة صعبة جدا في المقارنة وهو موجودين في الطريقة التكست النصية. عندنا بالنسبة لطريقة الجروب دوتس هارد تو كاونت صعب ان انا اعود اعد وخصوصا لو عدد اللاعبين اكتر من حد معين يا ترى هرسم كام دوت وهتوصل لحد فين. عندي طريقة تالتة طريقة اللاين بلوتس. طريقة اللاين بلوتس دي بعبر عن كل اصلت او اي ستودنتس او اني وان بعبر عنه بي اكس هي باكس. نفس الطريقة برضو هنا بستخدم النمبر لاين وبحط عليه الداتا بتاعتي اللي هي 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes وهعبر عن كل أصلت بـ X. طبعا دي برضو خصوصا هنا الطريقة دي يعني لو عدد اللاعبين زاد عندي أو عدد الأفراد يا ترى عدد الإكسات هيوصل لحد فين فدي بتبقى صعوبتها أو الحاجة اللي هي disadvantages بتاعتها لعيوبها إنها hard to count. بالنسبة لـ the fourth way الرابع طريقة وهي bar graph. طريقة البار جراف وكلنا بنحبه جدا بنستخدم كولوم والكولوم دي احنا بنلونها كل واحد منهم بلون ودي تبقى دايما easier to read and compare. يعني بنظرة واحدة منك انت بتعرف مثلا ان after 4 minutes بص بنظرة واحدة after 4 minutes ان is the greatest number of aslet finish the race. انت من اول نظرة بتعرف ان after 4 minutes اكتر عدد من اللاعبين انهى الريس. هنعبر عن الكلام ده طبعا هركز هنا معاك ايه هما برضو الويز اوف كوميونيكيت داتا هي تكست جروب دوتس لاين بلوتس اند بار جراف. هنبدا النهارده ده تدريب لينا ريبريزنت ذا داتا اوف ذا تيبل يوزنج لاين بلوتس. الداتا اللي موجوده عندي في التيبل ده هعبر عنها بتو ويز لاين بلوتس اند بار جراف ذن انسر ذا كويشن. اوكي نبدا نعرض معانا التيبل ده فيه ايه. فيه فيفوريت سبجكت ساينس عربيك ماس انجلش ارت number of student like this subject science can love it 9 Arabic students favorite subject بالنسبة لهم كان 8 math 5 students English 3 student and art 3 students also. Now we will present data by the line plots science فعمل رسمنا النمبر لاين وحطينا science Arabic دي الداتا اللي عندي science Arabic math English and art. نيجي بقى هنا نعبر عن number of student. الساين طبعا هو عايز line plots ان هنا معناه ان كل student بعبر عنه بx بxية. طب هنا 9 يبقى 9x 1 2 3 4 5
6 7 8 9 Arabic eat غير اللون Arabic eat قلت مثلا red red هنا ماشي Arabic eat يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 Mass 5 5 1 2 3 4 5 English English 3 1 2 3 يبقى احنا كده استخدمنا طريقة اللاين بلوتس طب يلا بينا نستخدم طريقة البارجراف نفس المسألة بتاعتنا We use column How many students love science أو like science Yes هنلون الكولوم 9 يبقى هنا كل المربعات عندي كلها متاخده طيب how many students like arabic like arabic 8 يبقى هاخد 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى هاخد 8 and color it طيب الماس 5 يبقى هاخد 1 2 3 4 5 لو معاك رولر بتحط الرولر كده 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 هوريك لو انت معاك رولر الرولر ممكن توقف لك كده هنا كده وتبقى تحدد بيها الكولوم بالظبط طيب انجلش انجلش 3 هقف عند 3 اهي هقف عند 3 والون 3 اه هنا وهو مجاوب لي اخر واحده ان الارض 3 اوكي شباب يلا بينا now then answer the question in your opinion وجهة نظرك opinion اعتقادك هناخدها في الترم الثاني which way is easier to communicating data ايه اسهل الطرق في توصيل البيانات طبعا طريقة البارجراف لانها اسهل في reading and compare هنا برضو عندي activity How far can we jump؟ يا ترى احنا نقدر نقفز مسافة قد ايه؟ هنا طبعا مديني المسألة ان one student jump distance 4 سنتيمتر وان 3 students jump distance 70 سنتيمتر 6 student jump 90 3 student jump 130 سنتيمتر 2 student jump 165 طب من 0 ل 40 how many student 1 تمام 41 ل 80 هو مجاوب انها 3 81 من 81 ل 120 يبقى هنا الرينج بتاعنا هنا يبقى هنا كان 6 ستودنتس 6 اوكي عندنا بعد كده من 121 ل 160 فهنا عندي 3 ستودنتس 3 يبقى هختار التشويس ده مور ذان 160 سنتيمتر عندي 2 ستودنتس 2 ستودنتس اونلي يلا بينا شباب نبدأ نعبر عنها بطريقة البارجراف أوكي إحنا عندنا how many students can jump the distance 4 سنتيمتر can one student فهرسم هنا هلون one students only هو قال لي من 41 ل 80 كان 3 طيب من 81 ل 120 كان 6 يبقى هرسم هنا 6 هاخد الكولون كله 6 اوكي طب من 121 ل 160 من 121 ل 160 كان 3 طيب من over 160 كان 2 students now we will answer these questions for from paragraph Which range had a greatest number of students? أكبر عدد من الستيودنت كان قدروا يقفزوا مسافة قد إيه؟ مجرد نظرة واحدة للبار جراف أقدر أعرف على طول فعلا مسافة 81 ل 120 Which range had least أقل number of students؟ هو طبعا مسافة من 1 ل 0 سنتيمتر بعد كده if there is a trench trench يعني في جسر او حاجز which 80 سنتيمتر wide how many of these 15 students will be able to jump يا ترى مسافه قد ايه يقفزوا قدروا انهم يقفز منهم 15 students من الترنش ده طبعا هيبقى ال 6 اللي موجودين هنا
والثري اللي هنا والتو اللي هنا يبقوا 11 students. How can we help the students who can't jump over the trench؟ هنا ده السؤال ده متروك ليك. يا ترى في اعتقادك ازاي عدد اللاعبين اللي ما قدروش انهم يقفزوا المسافة العالية دي هيعبروا الواي ده ازاي؟ طبعا هي متروكة ليك. ممكن تقول ان هو ممكن يستخدم درج علشان يقفز فوق الترنش، ممكن نقول ان هو هيسحب تحته، يعني نشوف ايه your opinion. بكده انا اكون خلصت معاك lesson 4. اشوفك ان شاء الله في lesson 5. thank you and goodbye with you Miss Marwa Fate. bye bye.